تعتنق نسبة كبيرة من اليمنيين المذهب الشيعي، لكنهم يميلون إلى تشيع معتدل، وهم بالضبط شيعة زيدية. إلا أن علاقة اليمنيين بآل البيت ليست وليدة الإسلام فقط، بل إنها تمتد إلى مرحلة الجاهلية، حيث جمعت الهاشميين علاقة وطيدة بأهل اليمن. وسنحكي في هذا المقطع علاقة اليمنيين بآل البيت لكي نفهم ميلهم إليهم اليوم، كما سنشرح طريقة تشيعهم المعتدلة. يعتنق جزء كبير من اليمنيين المذهب الشيعي الزيدي نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. والزيدية طائفة شيعية معتدلة تميل إلى آل البيت، لكنها لا تنزع إلى الغلو أو سب صحابة رسول الله. وقد عبر شاعر الشيعة الزيدية الأشهر في العصر الأموي الكوميت عن هذا الاعتدال والوسطية في التشيع لآل البيت بقوله: أهوى عليا أمير المؤمنين ولا أرضى بشتم أبي بكر ولا عمر. ويقول علماء الزيدية بفضل علي على سائر الصحابة، ويرون أن الفضل في الفعل دون غيره، والفعل عندهم على أربعة أقسام: القدم في الإسلام، الزهد في الدنيا، الفقه، المشي بالسيف كفاحا بالذب عن الإسلام. وترى الزيدية أن هذه الأمور اجتمعت في علي وتفرقت في غيره، لذلك يرون أنه أفضل من سائر الصحابة، وأنه كان الأحق بالإمامة من غيره. لكن الزيدية مع ذلك تقول بجواز إمامة المفضول المستجمع شرائط الإمامة مع وجود الفاضل، وبالتالي فهم يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ولا يطعنون فيهم، وإن كانوا يرون أن عليا كان أولى منهم بالخلافة. يحكى قبل الإسلام أن تاجرا من اليمن باع سلعة لأحد كبار تجار قريش، وعندما ماطله هذا الأخير في دفع الثمن استغاث التاجر اليمني بالتكتل القبلي التجاري الذي كان يهيمن على مكة يومئذ، والذي كان على رأسه بنو عبد الدار وبنو مخزوم وبنو جمح وسهم وعدي، فأبوا أن يعينوه ونهروا، فقام منافسوهم وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وحلفاؤهم من عبد العزى وزهرة وتيم، فأبرموا حلفا بينهم هو حلف الفضول الذي كان يهدف إلى مواجهة طغيان قريش. لقد كانت بطون من قريش تريد أن تقصي اليمنيين عن تجارة الجنوب وأن تحصر هذه التجارة في يدها، وكانت ردة فعل بني هاشم ومن والاهم التكتل في وجه هذا الفرع الغني وإنشاء تحالف يقف في وجه مطامعهم المتزايدة. فقام هذا الحلف الهاشمي بمناصرة اليمنيين وحماية مصالحهم في مكة. لم يكن بنو هاشم وحلفاؤهم على درجة من الثروة تمكنهم من تسيير القوافل الخاصة بهم إلى اليمن، بل كانوا مضطرين إلى التعامل مع هذه البلاد عن طريق تجار يمنيين يقيمون في مكة. وقد كانت العلاقة بين بني هاشم وبين أهل اليمن علاقة طيبة للغاية، فقد كانت جدة النبي أم عبد المطلب بن هاشم من بني النجار اليمنيين، وكانوا مقيمين في يثرب، وقد ولد عبد المطلب عندهم وقضى صباه وطفولته بينهم، ثم صارت لعبد المطلب علاقات تجارية مع اليمن وحظوة لدى بعض ملوكها، كما كانت إحدى جدات هاشم جده الأعلى كانت من خزيمة، وكانت جدة قصي مجمع قريش من بجيلة، وكانت أم كلاب بن مرة
أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هي دعد بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث الكندي. وفي ذلك يقول النبي: إن نسبنا في قريش بالرغم من أن أمهاتنا من اليمن. بالإضافة إلى علاقة النسب من جهة الأم والتجارة، كانت هناك علاقة ثالثة، وهي علاقة المصاهرة التي كان لها دور كبير في السياسة عند العرب في الجاهلية والإسلام. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شرحبيل بن الجون بن حجر بن معاوية الكندي آكل المرار. سيظهر أثر هذه العلاقات الطيبة بين الهاشميين واليمنيين زمن الدعوة المحمدية، إذ ستسلم همدان دفعة واحدة على يد علي بن أبي طالب بعد أن رفضوا أن يسلموا على يد خالد بن الوليد الذي كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل علي. وتذكر المصادر التاريخية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث في السنة العاشرة للهجرة خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فأقام عليهم 6 أشهر لا يجيبونه إلى شيء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يرجع خالد ومن معه ويذهب هو لدعوة أهل اليمن للإسلام. فلما انتهى علي إلى أوائل اليمن بلغ خبر قدومه اليمنيين فاجتمعوا له، ثم تقدم فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد، وكتب علي بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ كتابه خر ساجدا ثم جلس فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. ثم تتابع إسلام أهل اليمن. وسيبرز كذلك تأثير هذه العلاقة الودية القديمة بين بني هاشم واليمن بعد مقتل عثمان، حيث كان للثوار اليمنيين دور كبير في مبايعة علي، كما سيظهر هذا التأثير كذلك في مناصرة اليمنيين بالكوفة لعلي بن أبي طالب في حربه مع معاوية بن أبي سفيان، وبقائهم مناصرين له ولبنيه بعد ذلك، مشكلين أهم عنصر في الشيعة زمن تكونها. وفي زمن الفتنة الكبرى كان اليمنيون إلى جانب ربيعة أهم العناصر المشكلة لمعسكر العرب بقيادة علي بن أبي طالب في مواجهة معسكر قريش الذي كان يمثله الأمويون بقيادة معاوية بن أبي سفيان. لقد كان اليمنيون هم أول من أطلق على علي بن أبي طالب لقب الوصي، والمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالإمامة من بعده. وعلى العموم فإن تشيع اليمنيين يظل أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة.